أما دبا أقسم بالله العظيم قوات أمن داخلي راح نستلم المناطق المحررة من قوات سوريا الديمقراطية الأبطال بتسليم حينما ينظفوها من الألغام أو الأمور العسكرية تنتهي سنستلمها إن شاء الله. نحن 50 فرد، 50 عسكري تلقينا تدريبات عن طريق الكوماندوس الأمريكي، قوات تحالف بشكل عام يعني، والأمريكان بشكل خاص هم أخواننا الأردنيين، دربونا على كيفية التعامل دوريات وفك الاحتكاك والسيارات الملغمة والأشخاص الملغمين الإرهابيين. عيد عيسى وجميع مؤسساتها المدنية، في هذا اليوم نبارك